على معلومات واردة إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالواد، مفادها قدوم شاحنة من ولاية بسكرة في اتجاه ولاية الواد عبر الطريق الوطني رقم 3 معبأة بكميات من المشروبات الكحولية. على إثرها تم استغلال المعلومة أين تم توقيف الشاحنة، وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وإخضاعها للتفتيش تم العثور بصندوق الشاحنة على كميات معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام، وتقدر ب 5904 قارورة كانت مخبأة بإحكام بصندوق الشاحنة بواسطة الخضر الخس، أين تم توقيف سائقها وحجز المشروبات الكحولية السالفة الذكر.